يا ولد خدها بشكل جميل، عدى من حجازي. لا 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 لا، خلي بالك خلي بالك يا ولدي، لا باكوجيو هو ده، هو ده اللي بنتكلم عليه، هو ده اللي بنقول انه لعيب كبير، هو ده اللاعب الخطر، هو ده اللي سجل في الزمالك في نهائي افريقيا في الكونفدراليه، هو اللي سجل في الدقيقه 94 في مرمى الزمالك، هو اللي سجل 18 هدف من 18 مباراه مع نادي العين. قفشه فين؟ ظهر قفشه، ظهر قفشه شب امامي، عاملين عمق دفاع مدريد وتوتنهام، قال اللاعبين في الفندق، ادي الكره العرضيه وضربه الراس، يا 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 خطورتها، يا خطورتها. الخطوره هنا من ناحيتين، اللي رافع المفروض ما يرفعش، واللي لعب بدماغه المفروض ما يلعبش. هنا لازم الضغط يكون قوي ما يشتغلش بالعرض، وهنا اللي بيلعب براسه بالشكل ده ما يجبش يلعب لوحده بهذا الشكل، الرقابه مش مظبوطه في اللعب ده. اعاره الى نادي الجونه، لاباكوجي على طول يستلم كويس قوي، تاني على طول تحضير، لعب الخطير سومو، سومو محترف في فرنسا ولعب مع منتخب فرنسا للشباب، ولكن بعد ذلك اصبح لمس تبديلات، لو حد مش موفق هنستعين بغيره. احمد حجازي، فاول على احمد حجازي هيقلقه، هيعمل له مشاكل لاباكوجيو. اهو احمد حجازي نجم الكبير، نجم اللي تعلق مع ويست بروميتش، تعلق ايد قيمته وهيبته ان شاء الله في اقرب فرصه. عاليه فوق احمد حجازي، خلي بالك يا ابو حميد، خلي بالك يا ابو حميد، ومحمد الشناوي، محمد الشناوي وكانه يقول رب اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. احمد حجازي حاططها بحرفيه يا ولد، هتبقى كتير كويسه. ادي الكلام المحترم ده، كلام محترم ده، كلام محترم، وربنا كرمنا اخر كرم. لا 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 يا افشلة، ايه الروعة دي، ايه المتعة دي، ايه الضغط ده، عملها عملها وكلمته قالها افشة، عملها وكلمته قالها افشة، خلصها بعد ما درسها وفحصها، ويتقدم للمنتخب المصري باول اهداف اللقاء. اي هدوء. وما بينه ثالث الارتكاز، الجميل فيه ايه؟ انه يعرف يفرق، وبطل الدوري مع الاسماعيلي، ولاعب خط وسط النادي الاهلي في الزمن الجميل. التنويع لضبط الايقاع، وموضوع ضبط الايقاع هكلمكم فيه مستقبلا. في تعود من تاني، احذروا الكرات العرضيه، امنعوها امنعوها، الوقايه في بدايه مشوار ريال مدريد في حصد البطولات الى ان اصبح نادي القرن. ده تاني حسن شحاته كان مدرب لنادي السويس ايضا سابقا. ادي الكره العرضيه خطيره، سلاها الحقيقه، تاني على طول في مساحه، خطر جدا خطر جدا خطر جدا، برات ولا واحده منهم على المرمى للمنتخب في اللعبه الاخيره. 80 سجل في الدقيقه 89، احمد حجازي يعود من جديد ويوال الالتزام، موقف الواحد على واحد ما يعملش بالعرض، برضه عملوها بالعرض، خلي بالك خلي بالك احمد يا توفيق، خلي بالك ضربه الراس خطر جدا جدا جدا. خلينا اقول لكم ان الثالث مره، لثالث مره، لكن اوعى واحنا بنقول ده ننسى ان بلاش الكره العرضيه. وبرافو لمحمد الشناوي، دربها هذا المدرب الكبير، انطلاقه تاني يا ولد يا ولد يا ولد. لا 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 لا، يومك يومك يا ولدي يومك، روعه 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 روعه، يا جماله يا جماله، ببطن رجله حطها له محمد الشريف. نتيجه الضغط واخطاء المنتخب التوجولي يعلن عن ثاني الاهداف لمهاجم لا يخاف، ثاني هداف الدوري المصري بثاني اهداف المنتخب المصري، وكالعاده الشناوي له بصمه في الكره الطويله.